وبينتقل بين المشهد وبنشوف السيد وو يأخذ بطلنا بار والآنسة إلى مكان إقامتهم في المدينة وبيقول لهم ستمكثان هنا خلال فترة تواجدكما في المدينة فلترتاحوا للوقت الحالي. فبيغضب جدا بطلنا باركو بيقول لا نخطط للبقاء طويلا بل سنخرج في أقرب فرصة حالما نحصل على بعض الطعام والماء ووسيلة للنقل. فتتعصب على سيومين وبتقول له مهلا بما أنها مدينة كبيرة حقا فيجب علينا أن لا نفكر في أنفسنا فقط بل أيضا في الجنود الذين سيقاتلون بجانبنا أرجوك فكر في الأمر قبل أن ترفض. فبينظر إليه السيد ووكو بيقول الفتاة محقة سنساعدك وندعمك بالمدينة أكملها إن شئ. فبتقول السيومين أعلم بأنك لا تريد توريط الأبرياء في هذا لكن أرجوك تأنى في قرارك على الأقل ليلة واحدة. وبالفعل بيستمع بطلنا بارك إليهم وبينتقل بين المشهد وبنشوف الأنسة سيومين بعد أن قامت بأخذ استراحة بسيطة وتخرج وتجد بارك وهو ينظر إلى أرجاء المدينة وفجأة بتقرب منه وتقول له حسنا أرى أنك تحب الخوخ الأصفر كثيرا. فبينظر إليه وبيقول يساعد السكر على عمل الدماغ بشكل أفضل أتناول هذا حتى أستطيع إيجاد طريقة للقضاء على بطل السيف. فبتنظر إليه سيومين وبيقول أود أن أعرف المزيد عنه. فبيغضب جدا بارك وبيقول لماذا هل لازلت تشكين بي أتظنينني سواء مع بقية الأبطال. فبتستغرب من كلمته وبيقول له الأمر فقط هو أننا لا نعرف أسماء بعضنا حتى سوف نرى بعضنا كثيرا في الفترة القادمة من الغريب أن تناديني بالفتاة وفي النهاية لقد تشوه وجهي بسببه دعنا نتحدث قليلا إن كان لديك ضمير حتى. فبيرد عليه وبيقول لها أدعى بارك جون غسو. فبتنظر إليه وبتقول له حسنا أنا أدعى جون غسيومين وليس بالفتاة وتقوم بمصافحة بارك وبنعرف أنهم في هذه الليلة تشارك كلاهما مشاعرهما للمرة الأولى وأيضا المرة الأخيرة. وبينتقل بين المشهد إلى مركز القيادة وبنشوف السيد ووكو وهو بيقول على ما يبدو فبطل الثورة يقف بجانبنا تماما الآن صحيح. فبيرد عليه أحدهم بيقول أجل لم أجد أي شيء مشبوه في محادثته مع الفتاة على هذا المعدل سنستطيع التخلص من أي شبهات لديه نحونا. فبيقول السيد ووكو هذا يجعل عدد الأبطال المسجلين لدينا 3 بالمجموع بما أن بطل الغولم والتنين البحري قد ماتا سيتوجب علينا إسقاط 7 آخرين بجانب كيم مين سو. وفجأة بتدخل عليهم أحد الموظفات وبتقول بما أنه قتال 3 ضد 7 فسنكون متضررين لكن إن تمكننا من ضم القليل بعد عندها أخيرا سنستطيع العودة لحياتنا السابقة حيث يوجد النظام والأمان وعائلة كذلك في ذلك الوقت. حسنا أعتقد يا سيدي أننا لم نكن بلا فائدة في النهاية. فبينظر إليها ووكو بيبتسم وبيقول من المبكر أن نبدأ الاحتفال من الآن ولكنكم جميعا بذلتم جهدا عظيما من أجل جميع الناس في هذه المدينة لا بل في جميع أرجاء العالم علينا المحاولة حتى النهاية. وبنعرف يا عزيزي أنه في تلك الليلة أيضا تشارك حارسي قطعة الأرض الصغيرة تلك التفاؤل والبهجة للمرة الأولى والأخيرة أيضا. وفجأة سرعان ما يقطع صوت انفجار ضخم جدا هذه الساعات السعيدة. وفجأة بينتبه إليها السيد ووكو بيقول ما هذا الصوت وبيسرع إلى الخارج وبينظر إلى سقف هذه المدينة وبيجد أن هناك انفجارات قد دمرت حتى أن بطلنا بارك والأنسة سيومين قد لاحظوا ذلك. وبنشوف علامات الصدمة على وجه السيد وهو بيصرخ وبيقول اللعنة ويا لها من صدمة جميع الأبطال قد حضروا في المكان بقيادة بطل السيف حتى أن البطل بارك بيكون مصدوم جدا بيقول ماذا هذا هو حقا بطل السيف أمامي وما هي إلا لحظات حتى يهبط بطل السيف على أرض هذه المدينة. وبيهبط بجواره أحد الأبطال وهو يضحك بيقول هذه الصراصير قمتم ببناء مدينة بأكملها هنا. وبنعرف أنه بطل مصاص الدماء إهوان غواران. وفجأة تظهر أحد الأبطال الآخرين خلفه وبتقول هم بصدد أن يصبحوا مؤمنين جدد أرجوك ألا تقلل من شأنهم. وبنعرف أنها بطلة الإيمان بيك هانا. وفجأة بتظهر بجوارها أحد الأبطال الآخرين وبتقول لا تجرؤوا على استخدام تلك القدرة القذرة إنها تجعلني أرغب بالتقيؤ
وبنعرف أنها بطلة السحر ماي رين. وفجأة بيظهر أمامهم بطل اليد الحديدية جون خوي هو، وهو بيضحك وبيقول جميعكم مضحكين اليوم ومليئين بالطاقة أيضا. وبيظهر بجوارهم اليد اليمنى لبطل السيف، وهو بيضحك وبيقول أنا الشخص الذي مات لسبع مرات حتى يكسر نظام حمايتهم. إن كان لديكم أي ضمير لا تعتقدون أن عليكم شكري أولا؟ ونعرف أنه بطل العودة بالزمن لي سونغ جون. وينضم إليهم أيضا بطل الفنون القتالية تشون جي سونغ. وأخيرا ينضم إليهم بطل إعادة التشكيل لي غاراب، وهو بيقول بطل السيف أرجوك أعطينا أوامرك. وفجأة بيتقرب بطل الإعادة إلى بطل السيف وبيضحك وبيقول هل عليك أن تسأل حق؟ يرغب لي مين سو لكل من هنا أن يعاني. في أقل من لحظة بيستعد بطل إعادة التشكيل وبيخرج ترسانة ضخمة جدا من الأسلحة، وما هي إلا لحظات حتى ينطلق من جسده الآلاف من الصواريخ الموجهة والقذائف النارية التي تشعل أرجاء المدينة بالكامل. وبنشوف السيدوك وهو مصعوق جدا وبيقول اللعنة، وبيبدأ يصرخ فيه وبيقول حالا فعلوا جميع أنظمة أبراج الهجوم في المدينة بأكملها. ولكنه بيلاحظ عدم تحرك أي أحد من الموجودين، فبيصرخ فيه وبيقول ماذا تفعلون جميعا؟ أسرعوا وفعلوا نظام الأبراج. ويا لها من صدمة، الجميع قد تم السيطرة على عقولهم. وبنشوف السيد هوك وهو مصعوق جدا من الذي يراه وبيقول في نفسه هذه هي قوة بطل الإيمان. وبالفعل بنجد أنها تنظر إلى مقر القيادة. وبنشوف السيد هوك وهو يحاول الهرب منهم وبيقول جبل الشور مضرب الكوارب كرو البني فليسمعني الجميع، تصدوا للأبطال بكل القوة المتوفرة، احموا المدينة عن طريق حماية بطل الثورة، إذا استسلمنا الآن فستكون هذه نهاية أمتنا، لا بل نهاية العرق البشري. وبنشوف بطل القبضة الحديدية وهو يستمع إلى هذا الحديث وبيمسك بالجهاز اللاسلكي وبيضحك وبيقول يا له من خطاب مؤثر ولكن لا فائدة منه. في النهاية لقد تم إعدام وحدة حكومة إعادة البناء جبل الشوار بالكامل. وبالفعل بنجد أمامه المئات من جثث الجنود التي قاموا بالقضاء عليها. وبننتقل إلى بطل الإعادة وبنشوفه وبيقول يا إلهي لقد دربوا بشكل جيد، استطاعوا قتلي مرتين. وبنعرف أن وحدة الوكلاء الخاصة لحكومة إعادة البناء مضرب كوان لقد أبيدت بالكامل. وبينتقل بين المشهد إلى بطل مصاص الدماء وهو يقوم بتفجير المكان عن بكرة أبيه. وبنعرف أن وحدة التكتيكات الجوية لحكومة إعادة البناء كرو البني لقد أبيد 13700 شخص قتلوا. هذه هي نتيجة اقتحام الأبطال المدينة بعد مرور 3 دقائق و17 ثانية فقط. وبننتقل إلى بطل السيف، وفي أقل من لحظة بنلاحظ رمح يتجه إليه بقوة ساحقة، ولكن يقف بطل فنان الدفاع عن النفس أمامه ويستخدم تقنية الشيطان السماوي نظام الدفاع، ويقوم بالتصدي إلى الرمح بقوته الرهيبة ويغير اتجاهه، وما زال واقفا على الرغم من تضرره الشديد جراء تلك الصدة. وكما هو متوقع الذي ألقى بهذا الرمح هو بطلنا بار، وعلى وجهه علامات الغضب الشديد وبيقول أخيرا وجدته. وبنشوف بطل الرمح وهو ينظر إليه بغضب أيضا وبيقول هل أنت هو الوغد الذي كسر دورة الحزن؟ وبنشوف بارك وهو ينظر إليه وتعلو عينيه نظرات الحزن الشديد والتعطش إلى الدماء، وبيقول في نفسه اللقيط الذي قتل عائلتي يقف أمام نظري مباشرة، اللقيط الذي دمر حياتي السعيدة يقف أمامي الآن، هذا الشيطان الذي دمر عالمي الآن في مرمى نظري، ما الذي علي فعله الآن؟ وبنشوف أن القوة بدأت تتفجر بداخل بار وبدأ بالغضب الشديد وبيقول سأقتلك الآن وهنا. وفي أقل من لحظة بيستخدم الاستدعاء الخاص به ويستدعي العديد من الرماح، والرمح الأول هو رمح الدرع أنسل، ثم يأتي رمح الأرض يو إيوي، ثم يظهر أمامه الرمح المقدس باولو، ويأتي تاليا رمح الشيطان داري، وبعده يأتي رمح النار إنجيت.
وآخر رمح يظهر من الرماح المقدسة هو روح الجليل فاسينس. ثم أيضا يظهر أربعة من الرماح الخاصة وهو الرمح الكاسر المحطم والرمح الكاسر الفنان والرمح المنقذ باتور وروح السموم كولا. وبنشوف بارك وهو يمسك برمحين، رمح النور ورمح الشيطان. وبنشوف بطل السيف وهو بدأ باستدعاء السيف الخاص به المقدس. وفجأة بنشوف بارك ويستخدم تقنية نظام هجوم الشيطان المقدس فخ الاتحاد. وفي أقل من لحظة بتنطلق هجمة قوية جدا وصاحقة باتجاههم بسرعة خاطفة وبتكون كالصاعقة حرفيا. ولكن عند وصولها إلى بطل السيف تنقسم إلى قسمين. وبعد انقضاء تلك الهجمة الصاحقة بنشوف أنها قد دمرت كل شيء في طريقها حتى إلى بطل السيف. وبنشوف بطل السيف وقف وقد تصدى إلى هذه الهجمة، ولكنها قد مزقت جسد بطل الإيمان بالكامل ولن يتبقى منهم سوى قدمين. وبنشوف جميع الأبطال وهم واقفون مصدومون من رؤية هذا الأمر. وفجأة بيقول بطل التكتيكات إنه مختلف عن بقية تلك الحشرات الصغيرة. فبترد عليه بطل الساحرة وبتقول قد يكون التعامل معه صعبا قليلا. وفي تلك الأثناء بنشوف بطل الإيمان وهو بدأ جسده بالعودة مرة أخرى. وبعد اكتمال عودة جسده بيقول سيكون هذا قتالا ممتعا لمشاهدته. وفجأة بيبدأ الأبطال بالتراجع إلى الخلف وبنشوف بطل السيف وهو يتقدم إلى الأمام لمقاتلته. وبنشوف بطلنا بارك وهو يمسك برمح السموم الخاص به وفي أقل من لحظة بيلقي عليه بسرعة قوية جدا، ولكن يتفاداه بطل السيف بسهولة. وفي اللحظة التي يصل فيها الرمح إلى الأرض تنبعث منه غازات سامة قوية جدا، ويبدأ بطل الرمح بالنزيف من جميع أرجاء جسده جراء إصابته بهذا السم القوي، ولكنه يلوح بسيفه طاردا تلك السموم من حوله. وفي تلك الأثناء يتفاجأ من وجود بطلنا بارك وهو يمسك برمحي النار والجليد أمامه مباشرة ويستعد للهجوم عليه في وضعية المثالية. وهنا توقف الزمن للحظة واحدة، وبنعرف أن كيم مين سو أراد أن يموت على يد بطل الرمح بارك جون غسو، حيث لامس الحزن في نظرات هذا البطل تماما لو أنها كانت عيناه هو. أراد الانتهاء من كل هذا الحزن الذي يشعر به، ولكنه رأى أيضا في اللحظة الأخيرة ذرة الأمل المضيئة التي أحيطت بأعين سوداء ملطخة بنوايا الانتقام المهلكة. وفكر كيم مين سو في هذه اللحظة وقال في نفسه يكمن خلاص هذا اللقيط بقتلي، بعد أن يزهق روحي سيحصل على سعادته الأبدية. وفي هذه اللحظة بدأ جسد بطل السيف بالتحرك وأمسك بسيفه الخاص وبدأ بالهجوم عليه وبيقول أتجرؤ على أن تصبح أسعد مني سيف دوران؟ وبدأ باستخدام وضع الكسوف وهجم على بار بقوة ساحقة وجبارة، حتى أنه حدث انفجار ضخم جدا وهائل جراء تصادم هجماتهم ببعضهم البعض. وبعد انقضاء تلك الهجمة الجبارة بنجد أنهما كلاهما ملقيان على الأرض في وضع مزري، وقد سقطت أسلحتهم بجوارهم وبدأوا كلاهما بتذكر ماضيهما الحزين المؤلم المليء بالكراهية والمليء بالانتقام. وها هنا والآن نوايا قوى الشر التي عنت شخصا واحدا فقط والقدر الذي لا يقاس من الكراهية للبشر جميعهم على وشك أن تتقاتل واحدا لواحد. وبالفعل بنشوف بارك وبطل السيف وهم يستخدموا أقوى تقنيات له وبدأوا للاستعداد للتلاحم بقوة جبارة. وفي أقل من لحظة بيهجم كلاهما على بعضهما البعض بقوة جبارة وساحقة تمحق جميع تضاريس المكان من حولهم. وبدأ كلاهما بالتراجع جراء تلك الهجمة القوية جدا. وبالفعل في أقل من لحظة بيستعد كلاهما للهجوم مرة أخرى،
وبيهجم عليه باطل السيف بهجوم قوي جدا، ولكن يتفاداه بارك بسهولة. ثم يعيد بارك إليه هذه الهجمة، وبالفعل يستطيع بطل السيف أن يتفداها، ولكن يعيد بارك هذا الهجوم بقوة شرسة جدا، وتبدأ المعركة بالاحتدام بينهم بقوة جبارة، ويبدو أن كلا الطرفين متساويين في القوة. وبنشوف أن جميع سكان المدينة ينظرون إلى هذا القتال، وقد ملأت عينهم الدهشة في أن بطل السيف كيم مين سو، والذي يعني وجوده الموت المحتوم لخصمه، كان يعاني بقتاله. رجل واحد فقط يقاتل الحزن بكل ما أوتي من قوة. وبينتقل بين المشهد إلى أحد الجنود وهو يتابع المعركة، وبيكون مصعوق جدا وبيقول يمكنه فعلها إن كان هو. وبنشوف السيد وهو معه مجموعة من جنوده الخاصين، وبينظر إليهم وبيقول أملنا الأخير يقاتل ضد بطل السيف بحياته جميعا، من الصعب لي أن أطلب هذا، ولكن ضعوا حياتكم على حدود الحياة وافعلوا ما استطعتم لتشتيت الأبطال الآخرين. وبنعرف يا عزيزي أن بهذا الأمر قد قرر الضعفاء القتال مجددا بعد انقطاع أملهم في الحياة، وبعد أن كادوا على وشك الاستسلام لمصيرهم المحتوم. وبنشوف السيد وهو ينظر إليهم وبيقول هنا بتضحيتنا العظيمة هذه لننهي هذا العالم المجنون. وبنشوف أنهم قد وصلوا أمام وحش ما خاص ببطلة الإيمان، وبالفعل بدأ هذا الوحش بالهجوم عليهم بقوة قوية جدا، وبدأوا جميعهم بالقتال. وبينتقل بين المشهد إلى بطل القبضة الحديدية وهو يقوم بقتل أحد الجنود عن طريق غارس سياده في بطنه، وبيبدأ بالضحك ويقول أعدمت الكثيرين في هذه المنطقة. وبيبدأ بالنظر في أرجاء المدينة وبيقول لقد أخذ وقتا أطول مما اعتقد، هل علي التدخل في هذه اللحظة؟ ولكن في أقل من لحظة بيتم إصابته بصاروخ ما من ظهره. وبنشوف هذا الجندي الذي أطلق هذا الصاروخ وبيقول لا يمكنك المغادرة. وبنشوف بطل القبضة الحديدية وهو غاضب جدا وبينظر إليه وبدأ بالتقدم إليه، ولكن بنشوف هذا الجندي الشجاع وهو يطلق عليه النار محاولا تعطيله بصخف وبيقول لا يمكنك الذهاب أيها الوغد الحقير. وسرعان ما ينتقل بين المشهد إلى بطل مصاص الدماء وهو يحلق في سماء المدينة وبينظر إلى هذه الانفجارات وبيقول يا لهذا المشهد الغريب، هل أصبحت مستعدا للعب مع هذا الذباب الصغير؟ وفجأة بيبدأ بالانطلاق باتجاه بطل الرمح وبيقول مين سو خصتي يبدو لطيفا في بعض الأحيان. ويا لها من صدمة، حجر ما يصيب في وجهه، ويبدأ الكثير من الأحجار بإصابته في جميع أرجاء جسده. وبنجد أنه مجموعة من البشر العاديين على سطح أحد المباني وبيصرخوا فيه وبيقولوا أيها القاتل نحن هنا، تعال واشرب من دمي أيها البعوض اللعين. وبنشوف بطل مصاص الدماء وهو يستشهد غضبا من هذا الأمر وبيقول يبدو أن لديكم دما حارا يا رفاق. وبينتقل بين المشهد إلى بطل العودة وهو قام بالقضاء على العديد من الجنود، وفجأة بيقف جندي ما وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة من خلفه، وفي أقل من لحظة بيمسك به ويحاول أن يخنقه. وننتقل إلى بطل التكتيكات وبنشوف مجموعة من البشر العاديين وهم يلقون عليه الكثير من القنابل والمواد الحارقة أملا في تعطيله. وبينتقل بين المشهد وبنشوف السيد وهو يحاول مستميتا إيقاف هذا الوحش اللعين الذي أمامه، وقد أصيب بالعديد من الجروح. وأخيرا بننتقل إلى بطلنا بارك وهو يمسك برمحه الخاص وينطلق بقيام قوته ويهجم على بطل السيف، ولكن على الرغم من ذلك يتفاداها بطل السيف ويقوم بتوجيه لكمة قوية جدا إلى جسد بطلنا بارك ويلقي به بعيدا، ولكن في أقل من لحظة بيمسك بارك بأحد الرماح الخاصة به وبيستخدم تقنية تطوير العنصر الأرض العظيمة، تقنية رمح الأرض العظيمة تحطيم الأرض، بيوجه هجمة قوية جدا وصاحقة باتجاه بطل السيف، ولكن بطل السيف يستطيع التصدي لها ويقع الرمح بجواره. ويا لها من صدمة، تبدأ الأرض بالكامل بالاهتزاز من أسفل بطل السيف وتبدأ بابتلاعه، وفي تلك الأثناء بيظهر بطل الرمح من الأعلى وبيستخدم رمح التنين وبيستخدم طاقة شيطانية وبيطلق عليه هجوم جبار وفتاك، ويستخدم روح التنين في تلك الهجمة الساحقة، وبالفعل بتصيب هجمة بطل السيف بشكل مباشر
ولكن لا يكتفي بار بهذا الهجوم ويمسك برمح آخر وبيقول سوف أنهي هذا الكابوس الآن. وبنعرف أن بارك سوف يستخدم أقوى تقنية في جعبته وهي تطوير المقدرة، وبيستخدم جميع الخصائص وهي الكهرباء والجليد والأرض واللهب والهواء، ويقوم بدمجها معا في تقنية واحدة وهي انفجار القوة. وبالفعل بدأت القوة بالفيضان من روحه الأسطوري، وبدأ بالتوجه بسرعة مرعبة باتجاه بطل السيف وبقوة خرافية. وبنشوف بطل السيف وينظر إليه وبيقول أنت بالفعل قوي، ولكن هل هذا كل ما لديك؟ وبيستخدم سيف ديوران وضع بزوغ الفجر، ويا لها من تقنية عظيمة وقوة ساحقة. تنطلق باتجاه هجمة بطل الرمح وتصطدم الهجمتان ببعضهم البعض، ولكن يا له من مشهد محزن، يتم قطع يد بطل الرمح جراء تلك الهجمة وتلقي به بعيدا في وضع محزن. وبينظر إليه بطل الرمح وهو في هذا الوضع المحزن وبيقول شجونك ضحلة للغاية، في النهاية الشر لن يهزم الشر. وبنشوف بور وهو بدأ يتمالك نفسه وبيقول ماذا ضحلة؟ وفجأة بنشوف زراعه وهي بدأت بالتجدد مرة أخرى، وبدأ بالوقوف على قدميه وبيقول شجوني ضحلة، مقتلك لعائلتي ونهاية العالم الذي عرفته، الشعور بانهيار حياتي من قبل قاتل مثلك، أكل هذا ضح؟ وفي تلك الأثناء بدأت تنبعث طاقة غامضة وغريبة في جسد بار حتى أنها صعقت جميع الأبطال فقط باستشعار هذه القوة. وفي أقل من لحظة بينطلق بسرعة خاطفة باتجاه بطل السيف، وبنشوف بطل السيف وهو يقف أمامه دون أي حركة، ولكن في أقل من لحظة بيتجنب هذه الضربة القوية جدا ويقوم بضربه ويحطم وجهه بالكامل وبيقول له نعم هو كذلك، حزنك ليس مساويا لحزني. في أقل من لحظة بيقوم بالهجوم عليه مرة أخرى ويكسر درعه الخاص ويتم تحطيم عظامه بالكامل. وبيقول له بطل السيف فأنت لديك فرصة، يمكنك إيجاد خلاصك في هذا العالم، ولكن أنا لا أملك شيئا كذلك. وبيلقي به بعيدا بطل السيف غارقا في دمائه مع كسوف عظامه وهو على وشك الموت حرفيا. وبنشوف بارك وهو في قمة استيائه بيقول ما الخطأ الذي اقترفه هؤلاء بحقك؟ ما الذي فعلته أنا لك؟ لماذا فعلت كل هذا بهم؟ لم يفعلوا لك أي شيء. فبيقرب منه بطل السيف وبيمسك به وبيقول له جميعكم كنتم أسعد مني، جميعكم نبذتموني. وفجأة بيبدأ بتوجيه اللكمات إلى وجه بطل الرمح وبيصرخ وبيقول لا أحد منكم انتظرني، لم يحاول أي أحد أن يفهمني أو حتى أن ينتشلني من الظلاع بعد أن عانيت الكثير والكثير مرارا وتكرارا. لماذا أنا الذي أحصل على كل هذا؟ لماذا الجميع يحتقرني؟ لم أفعل لهم شيئا، لقد آزوني في كل شيء، لقد دمرتم حياتي، والآن لقد تجرأوا لاتخاذك منارة للأمل وقد حاولت كسر دائرة الحزن التي فرضتها على العالم. وفي تلك الأثناء يتم إطلاق النار عليه، ولكن يتفاداها بطل السيف بكل سهولة وبينظر إلى مصدر إطلاق النار وبنجد أنها سيومين، وبتنظر إليه وبتصرخ وبتقول أنت محق، ذلك الرجل هو أملنا الوحيد. وبينظر إليها بارك وبيصرخ وبيقول سيومين فلتهربي من هنا. وبينظر إليها بطل السيف وبيقول إذن فإن أملك هو بلا فائدة تماما كأملك أن ذلك المسدس قد يؤذيني. وبنشوف سيومين وهي ترتعد وبتقول ليس لي أمل في هذا، لكن يوما ما إذا استمرينا في القتال والتمرد تماما مثل اليوم فبالتأكيد سوف يكون يوما ما لدي إيمان بأننا سنتمكن من هزيمة أمثالك. الجميع يقاتل ببسالة والجميع أيضا يضحي بحياته حتى يورثوا هذا الأمل للعالم. وبينتقل بين المشهد إلى المعركة الخاصة بالسيد ووك، وبنشوف أن الجنود قد مزقوا إلى أشلاء متناثرة في جميع أرجاء المكان. وفجأة بنسمع صوت أحد الجنود وهو يصرخ في جهاز اللاسلكي بيقول أيها القائد هل أنت بخير؟
الآن تم عزل بطل الثورة وهو على وشك الموت. أرجوك أعطنا أمرك التالي. ويا لها من صدمة، بنشوف السيد وقد طار نصف جسده تقريبا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفجأة بيسقط على الأرض وبيمسك بهذا الجهاز وبيقول صلني بجميع مكبرات الصوت في الملجأ، لدي ما أقوله. وبالفعل في أقل من لحظة بيتم ذلك، وبيصرخ فيهم السيد بما تبقى له من أنفاس معدودة في هذه الحياة وبيقول أعزائي الناجون وأيضا جميع الكائنات القادرة على القتال، اسمعوني أرجوكم. بطل الثورة ذاك الأحمق الذي يمسك الرمح هو أملنا الوحيد، لقد انهار جيشنا، بالكاد لدينا أسلحة نارية لتزويد المواطنين بها، والجميع بدأوا يفقدون رغبتهم بالقتال. أنا آسف بشدة، ولكن الحرص على إبقاء ذلك الوغد حيا ليقاتل مجددا هو أفضل ما يمكننا فعله حاليا. أرجوكم احموا، أنا الآن أأتمنكم جميعا على سلامته. وفجأة بنشوف السيد ووك وهو يخرج بعض الأسلاك من جسده، وبيتذكر السيد ووك موقف ما قد حدث وهو وقع على الأرض وواقف بأمامه بطل ما، وبتقول له أنا أأتمنك على كل شيء الآن يا سيد ووك. وبنرجع إلى الوقت الحاضر وبنشوف السيد ووك وهو بيقول أعتقد أن دوري كان يقتدي بترك شيء خلفي أيضا. ويا لها من صدمة عارمة، مأساة بحق، انفجار ضخم جدا يدمر البرج بالكامل بجميع البيانات المخزنة عن البشر والملاجئ، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشرية وأيضا تدمير الجنود الخاصين ببطل الإيمان. نعم لقد قام السيد ووك بالتضحية بنفسه. وبنشوف الجميع وهو مصدوم جدا من هذا الانفجار الهائل، وبنشوف بطل الإيمان وهو بيقول مزعج للغاية حتى لآخر لحظة. وبالفعل بنشوف بطل الإيمان وهو يستخدم قدراته الخاصة على تابعيه ويبدأ بالإمساك بما تبقى من حطام هذا البرج قبل التفتت بالكامل. وبنشوف بطل السيف وهو ينظر إلى هذا الانفجار الضخم، وفجأة بياخد باله من وجود أمر ما، وبينظر أمامه ويجد أن البطل الساحرة واقفة أمامه وبيقول لها ما الذي تفعلينه بالوقوف هناك؟ فبتبدأ هذه البطلة بالتعصب بشدة وتقول ليس لديك أي فكرة عن مدى غليان دمي في كل مرة أحاول فيها الاستماع لأوامرك أيها الوغد القذر. وفجأة بتستخدم تقنية تدفق غبار السكر وبتصرخ فيه وبتقول هذا هو الوداع يا صاحب متلازمة جنون المدرسة المتوسطة اللعين. وفجأة بتنهار عليه تقنية ضخمة جدا من السحر حتى أنها أعاقت رؤيته بالكامل. والهنا عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا، وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو، ولا تنسوا أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة، وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.